يسعد اوقاتكم مره جديده. الانجاز العلمي على الصعيد الدولي وبمختلف المجالات هو واحد من الاساسيات يلي من الضروري نعتمد عليها ببناء بلدنا والجيل الصاعد، والشباب السوري مو مقصر ابدا بهالنقطه. صحيح ورد، واليوم بفقرتنا رح نحكي عن اخر الانجازات العلميه السوريه، وهو فوز طلابنا لاول مره بالاولمبياد العالمي لعلم الاحياء. لنحكي اكثر عن هالمسابقه العالميه ومشاركتنا فيها، صار معنا بالاستوديو الدكتور عبد السميع هنانو، رئيس اللجنه العلميه في الاولمبياد العلمي السوري، واكيد رح يكون معنا ايضا. صباح الخير دكتور اول شيء. صباح الخير لكم، صباح الخير سوري. اهلا وسهلا فيك معنا، وايضا حيكون معنا عبر السكايب الطالب الحاصل على الميداليه الفضيه بهالمسابقه باسل كنجو. اهلا وسهلا فيك اكيد معنا على السكايب من مدينه حلب. صباح الخير باسل والف مبروك. السلام عليكم جميعا. اهلا وسهلا فيك يا باسل، يسعد صباحك ومبروك انجازك، وحندردش شوي مع الدكتور بداية ونرجع لعندك، فخليك معنا عبر سكايب. بداية دكتور، الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء شو يعني؟ الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء المسؤول عنه هي المنظمة العالمية لعلم الأحياء اللي هي الآيبو International Biology Olympiad. المنظمة هي بتضم حاليا 76 دولة وإلى لجنة توجيهية مكونة من 6 خلينا نقول علماء على مستوى العالم، بتنظم سنوياً المسابقة الدولية لعلم الأحياء. كل سنة بتكون في دولة، والأمر هذا بيتم التصويت عنه بشكل مسبق حتى تستضيف الدولة. سوريا عضو بهالمنظمة هي منذ عام 2014. هي المشاركة لأن رقم 4 فعلية، شاركنا بمرتين أونلاين بحكم خلينا إلى الريستريكشن تبع الكوفيد 19 اللي صاروا بالعشرين وواحد وعشرين، وبالتالي هي مسابقة على مستوى عالمي رفيع جدا جدا بموضوع البيولوجيا. تمام، طيب شوي خلينا نحكي نوضح لمشاهدينا أكثر شو هي هي المسابقة وأقسام هي المسابقة شو هي بتكون. تماما، المسابقة بشكل خلينا نقول عام نمطي بتعتمد على 3 مفردات أساسية. المفرد الأول هو الاختبار النظري، الطلاب بيخضعوا لاختبارين نظريين، خلينا نقول كل اختبار مكون من 50 سؤال، طبعا كله باللغة الإنجليزية. هذا الشق النظري. الشق العملي بيخضع كل طالب لأربع تجارب بالمحاور الأساسية. تجارب عملية بتكون. تجارب عملية تماما، عنده تجربة، عنده جهاز، عنده قياسات، الطالب بده ينجز التجربة هاي ويحط نتائجه ويناقشها، وبالتالي خلينا نقول التجارب الأربعة بتغطي المحاور الأساسية لعلم الأحياء. تمام. رح نرجع شوي لعند باسل. باسل صباح الخير مرة جديدة، يعطيك ألف عافية ومبروك مرة تانية. احكي لنا أكثر باسل عن مشروعك يلي حصلت عليه على الفضية، اللي هو بعنوان، حتى أكون دقيق ما خربط بالعنوان، دور الأجسام المضادة النانوية في علاج الشلل الرعاشي داء باركنسون. شو خطر لك تعمل هذا البحث وكيف قدمته؟ طبعا البحث كان بهدف اختبار قدرات الطلاب على تصميم التجارب البحثية والعلمية. كان أنا الفريق اتصل علي وعلى طالب من هولندا. طبعا هو الغرض منه إيجاد حلول لمشاكل بتواجه الإنسان ونقدر نحلها باستخدام البيولوجيا. طبعا المطلوب مننا نقترح حل جديد ومدعوم بواسطة الأوراق البحثية. فمن أحد الأوراق البحثية اللي كنا عم نقرأها كانت على استخدام الأجسام المضادة النانوية في علاج الزهايمر. فنحن حاولنا نسقط هذا الأمر على مرض باركنسون، لأن في نوع من الشبه بالآلية الجزيئية في تشكل المرض. اشتغلنا عليه حوالي الشهر الكامل وقدرنا نصمم تجربة علمية دقيقة كاملة. وبعدين وصلنا على أرمينيا، كان في عنا برزنتيشن له أمام لجنة علمية حوالي 5 دكاترة، تقديم للمشروع، وبعدين في عنا نقاشات إذا ممكن أسئلة مشاكل نحلها إلى آخره. والحمد لله بفضل الله عز وجل قدرنا نحرز المركز الثالث كأفضل بحث علمي. يعطيكم ألف عافية باسل أكيد، وألف مبروك مرة ثانية. يعني نحن بنخبر مشاهدينا كمان أنه أنت نجحت بالبكالوريا هاي السنة باسل، يعني قديش قدرت توازن بين المسابقة والتحضير لمشروعك وكل هاي الأمور وأيضا فحص البكالوريا، وكيف كانت النتائج؟ طمنا. الحمد لله رب العالمين، النتيجة كانت 237.5 من 240، نقصني علامتين ونص من المجموع العام. علامتين ونص من المجموع العام نقصك؟ إيه تمام. برافو، إن شاء الله ألف مبروك. ألف مبروك.
الله يبارك فيكم جميعاً. طبعاً كانت المرحلة من أصعب المراحل اللي مريت فيها، إنه كان في انشغال شديد. طبعاً صراحة الدراسة للأولمبياد بتتركز بالصف العاشر والحادي عشر. بعدين بالصف البكالوريا نوعاً ما بتتقلص، من بعدين نقتصر على محاور محددة ندرسها، يعني بسبب ضخامة منهاج البكالوريا خصوصاً في المواد الحفظية. بس الإنسان لازم يضل في عنده نوع من التوازن، يعرف كيف يوازن بحيث ما يهمل ولا طرف. بالله الحمد قدرنا ننجز بكل الطرفين. الحمد لله يا أخي، المتفوق متفوق وبيبيض الوش وبيرفع الرأس بكل الأصعدة، وأنا بقولها على طول، الإبداع والتميز حالة لا تتجزأ. ما في حدا مبدع مثلاً بالأبحاث الأكاديمية ما له مبدع بالموسيقى، ما له مبدع بالفن، ما بيتذوق الفن أقلها. فكل التوفيق لك يا باسل، قريباً رح نتصل فيك نبارك لك بإنجازات جديدة كمان، وعدنا بهذا الموضوع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكراً لك باسل أكيد لتواجدك معنا اليوم عبر سكايب، وكل التوفيق لك. رح نكمل معك أكيد دكتور يعني بفقرتنا، قديش اليوم يعني الفوز خلينا نقول هو بيحفز الطالب؟ يعني قلت حضرتك 4 مشاركات، هذا أول فوز بالفضية بخلال هاي المسابقة، قديش الفوز أيضاً بهيك بيحمسكم لإلكم وبيفائلكم وأيضاً بيحمس المشاركين؟ أكيد. هلا أنا بدي أرجع كلمة فوز، بصراحة كلمة فوز إلى مفردات أساسية حتى نصل لهالمرحلة، هي اللي هي خلينا نقول مشروع الأولمبياد والنجاح فيه ما بيعتمد بشكل أساسي على الكفاءات والتميز. تمام. بمعنى الكفاءات والتميز من قبل الطالب، الكفاءات والتميز من قبل اللجنة العلمية المسؤولة عن تدريبهم وتأهيلهم، والكفاءة والتميز من قبل إدارة هيئة التميز والإبداع. هذا كلمة حق لازم نقولها. المفردات الثلاثة بهالمناسبة أو بهالسنة هي كانوا يبدو على أعلى مستوى، وبالتالي قدرنا إنه نرفع علم سوريا بمحفل بهالمستوى هذا. تمام. هلا أكيد إنه موضوع إنه نصل لمرحلة الفضية هذا بيعطينا، خلينا نقول أول شيء بيعطينا خبرة. هلا صرنا نعرف تماما إنه حتى نصل للفضية شو بترتب علينا، شو حجم العمل والجهد ومستوى العمل اللي لازم نقوم فيه ونحن كلجنة علمية، ولازم يقوموا فيه الطلاب. قولا واحدا، لما الطلاب على مستوى سوريا بيسمعوا انه شاب من هالشباب هذا وصل لمرحله الفضيه، قولا هذا حافز لهم اكيد. قولا واحدا رح يعطيهم، يركب لهم جناح ويقولوا ما في شيء، على الرغم انه ظروف العمل ببلدنا لست يعني غير مثاليه، لكن ابدا ما بيمنع انه الانسان يتحدى نفسه وفينه يصل فعلا للمكان اللي هو عم بدور عليه. تمام. ان شاء الله يا رب. يعني مبسوط انا بانجازات ابناء بلدنا، خاصه شباب حلب. من فتره كان رنا الاسبوع الماضي معنا الاول على الجمهوريه العربيه السوريه بالبكالوريا، كمان مجمع مجموع تام استضفنا، واليوم كمان عم يقول علامتين ناقصه بس عن المجموع التام، وقدر يطلع لأرمينيا ويمثل سوريا ويحصل على الفضية. فمبروك لكم يا شباب. المشاركة القادمة كنا عم نحكي تحت الهواء هي السنة القادمة. تماما. تقريبا بعد سنة. تماما. كيف بتحضروا؟ على أي أساس بتختاروا اللي بده يمثل بلدنا؟ كيف بتدربون؟ تماما. موضوع خلينا نقول التأهيل والتدريب للمرحلة القادمة أو السنة القادمة بيبدأ اعتبارا من اليوم، يعني فورا وقت انتهينا من المسابقة السنة هاي بلشنا بالتحضير للمسابقة السنة القادمة، وخاصة إنه السنة حصلنا على الذهب، عفوا حصلنا على الفضة. آسف. يلا من تمك لباب السماء السنة الجاية إن شاء الله تكون هاي قانون الجذب زتيناها. يلا فلازم يكون التحضير والتأهيل على أعلى المستويات. عودة لسؤالك أستاذ، بموضوع تأهيلهم ومراحل اختبارهم، بتكون أول شيء الاختبار على مستوى مرحلة أولية أو مبدئية لكل الطلاب الراغبين والشغوفين بالبيولوجيا أنه يدخلوا المرحلة الأولى، بننتقي منهم وفقاً لعلاماتهم، بينتقلوا للمرحلة الثانية من الاختبار اللي بيكون على مستوى المحافظات وبكون مستوى العلمي أعلى، ومنه حتى نصل للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة المركزي اللي رح بتكون بدمشق. من كل شباب سوريا رح نختار فقط 15 طالب. 15 طالب هذا رح يكون الفريق الوطني لسوريا لأولمبياد البيولوجي. هل من 15 هدول رح ينتقى منهم فقط 4 بعملية انتقاء على المستوى النظري والعملي بموديل بيشبه تماما الموديل العالمي، بحيث انه نختار فريق سوريا العالمي اللي قادر فعلا انه يمثل سوريا بمسابقة مرتفعة ان شاء الله. يا رب كل التوفيق. كلمة أخيرة دكتور، شو ممكن تخبر هيك الشباب اللي هن حابين ممكن يكونوا جزء من هي المسابقة، شو ممكن نخبرهم؟ بدي خبرهم انه اول شيء انا باسمي كرئيس لجنه علميه وباسم الدكاتره زملائي باللجنه اللي كان فريق عمل خلينا نقول ونبض واحد، اول شيء بدنا نهدي هالانجاز هذا لسوريا وشباب سوريا، ونقول لهم انه رغم ظروفنا الغير المثاليه قادرين فعلا انه نخلق الفارق. بدي اهدي هالانجاز هذا لقدوه
وراعي الشباب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. بدي أهدي هالإنجاز هذا للسيدة الأولى أسماء الأسد اللي هي كانت أكثر المتابعين، وبدي أقل التفاصيل وعلى مستوى كتير عالي موضوع المشروع الوطني للأولمبياد العلمي السوري. بالنهاية إذا توفرت ظروف النجاح والكفاءات والتميز قادرين نخلق الفارق ونرفع علم سوريا، ما في شيء أبداً. حكينا أنه قدرنا نحصل على الفضة، وليش لا ما يكون الذهب؟ لأنه فعلاً الذهب بيلبق لسوريا وبيلبق إن شاء الله يا رب. السنة الجاية بنكون مستقبلينكم وعم نبارك لكم كمان إن شاء الله يا رب. بالذهب. أهلا وسهلا فيك ويعطيكم ألف عافية. شكراً.